عليكم اينما كنتم، ان شاء الله بخير وعافيه، ان شاء الله طيبين وسالمين. الليله جيتكم بفيديو جديد. الليله جيت اعمل ملح التقليه. زي ما انتم عارفين ملح التقليه عندنا وجبه اساسيه كنحن السودانيين بنعملها في الفطور بتاع رمضان، عشان كده الليله في الوصفات بتاعتي بتاعت رمضان قلت ابدا بملح التقليه، وان شاء الله ينال اعجابكم وتابعوا الخطوات بتاعتي. ويلا نبدا مع بعض. يلا طبعا دي اول المكونات بتاعتي. هنا عندي زيت، وهنا عندي 3 حبات بصل بشرتهم بالمبشرة. لو عايزة تقطعيه مساي ممكن تقطعيه. يلا ننزل بالبصلة. عندي زي ما شايفين كمية البصل دي ملح التقلية دايما يكون فيه بصلة كثيرة عشان يكون طاعم ويتسبك معانا. زي ما شايفين نكرمل البصلة. يلا زي ما شايفيننا اتكرملت، زي ما شايفيننا ادتنا اللون ده. يلا هنا عندي لحمة 500 جرام اللي هي نص كيلو زي ما شايفيننا. ممكن زول يستخدم اللحمة الناشفة المجففة، او ممكن تستخدمي اللحمة المفرومة. زي نحن هنا حسي في الغربة دايما بنستعمل اللحمة المفرومة، انا حسي ما عندي لحمة مجففة هعمل معاكم اللحمة المفرومة. يلا هنا دي البهارات المسخونة اللي انا هستعملها. زي ما شايفين هنا عندي توم، او هنا عندي غرنجال وقرفة مع بعض، وهنا عندي فلفل اسود، وهنا عندي ملح وكزبرة. طز البهارات اللي انا هستعملها، طبعا البهارات اختيارية لانه في ناس ما بتاكل بهارات كثيرة. انزلها على اللحمة والبصل يلا مع بعض كده. يلا انزل على الموية. ما شايفين هنا عندي طماطم، طماطم لينة شوية، ما شايفين لونها أحمر، أنا ما هستعمل فيها الصلصة بس هاخد فيها شوية من البابريكا. يلا هنزل بمعلقة بتاع البابريكا هخلطها مع الطماطم سوا. يلا زي ما شايفين خلطت الطماطم مع معلقة بتاع البابريكا، شوفوها تتني لون حلو كيف. حتى ما هستعمل الصلصة ولا معجون الطماطم ما هستعمله. يلا زي ما شايفينه يلا الخطوة البعدية. يلا في ناس ما عندها المفرقة بتاعتنا بتاعت السودان العادية اللي بنفرق بادي، بالذات في ناس كثيرة في الغربة ما عندهم المفرقة. ممكن تستخدموا المضرب ده عادي في الطبخة بتاعت اي ملح محتاج مفرقة، ممكن تستخدموا المضرب ده. عايزين تحملوا التقلية ممكن عايزين ملح عادي بتاع ويكا اللي البامية، البامية طبعا ما بيفرق لنا البامية، لكن عادي نعمل بها الملحات العادية بدل المفرقة. زي ما شايفين يلا خلاص وصلنا للنهاية. ده الملح زي ما شايفين الملح طلع كيف. ويلا هنا دي عصيدتنا زي ما شايفيننا طلع شكلها كيف. او مرة تانية ان شاء الله اوريكم كيف طريقة العصيدة. كان عايزينها بطرق كثيرة ممكن اوريكم، ممكن تكتبوا لي واعملها عليكم. يلا اتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفة، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وما تنسوا بعدين تعملوا لي اشتراك، وما تنسوا تعملوا لايك، وما تنسوا تشيروا لناس كثيرة عايزة تعرف طريقة ملح التقلية. ويلا بالهنا عليكم ومع السلامة.